أكبر الله أكبر. جمال رحمه الله كان جميل في ببسمته، كان جميل بكتاباته، كان جميل بغنائه بصوته. علام كان يعلم أيضا أنه أن الثقافة جزء لا يتجزأ من الثوابت الوطنية والهوية الوطنية. جمال هذا الفنان الذي أحبه كل الجزائريين لأنه كان صادق فيما يقدم، فنان كان يمتلك طاقة فنية رائعة، فهو الموسيقي، فهو المؤدي للنصوص الجميلة، فهو المحب المرتبط بالتراث، فهو الفنان الذي يحترم الشيوخ الفن وكبار الفن في الجزائر، الفنان أيضا الذي تعامل مع المسرح ومع السينما، فنصف قرن أو زيادة كلها قضاها في خدمة الفن والثقافة الجزائرية. كان من الأصوات التي طورت الأغنية الأمازيغية والقبائلية بالذات، وأعطاها إيقاعات عالمية. يعني هو اللي خلى الأغنية القبائلية تمشي في أوروبا وفي فرنسا، هو اللي فتح الباب للإخوة الأخرين كما إدير وكما اللي مشاو. أول من فتح الباب هو جمال علام، ولابد كل احترام ولابد كل تقدير لهذا الفنان الكبير. On vient de perdre quand même un monument de la culture algérienne. بقيت كل اللي سو الشوك جو داري توت لالجيري ميم تو لو موند يعني كولتورال. جمال علام كو ميم سي ان غران مونيمون قال حياتي سمي لا سيتي كالكان كو ميم سانسير دونيت اون لوي رون hommage. يعني bien qu'on lui a rendu hommage de son vivant, à ses morts on lui rend hommage parce que c'était quelqu'un de sincère, il n'a pas froid aux yeux. Quand il veut dire quelque chose, il le dit.